الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. الحقيقة النهاردة آخر حلقة من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة، مش آخر حلقة في السلسلة، لكن آخر حلقة بنقدمها قبل رمضان، عشان طبعا الأسبوع اللي جاي واللي بعده إن شاء الله مقدم لكم فاجأتين حلوين قوي قوي إن شاء الله عن رمضان. نستعد بقى ونجهز نفسنا لشهر رمضان، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وهنتوقف عند سبعة يظلهم الله في ظله، ونتكلم بعد رمضان أول حلقة إن شاء الله عن شفاعة حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، شفاعة الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما تعودنا إخواني وأحبابي بالدعاء لمرضى المسلمين. ندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأخت سوير المصري، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الحاجة سعاد عفر، الحاج محمد عبد العاطي، الأستاذة رباب محمد عبد العاطي، دكتور سامر يوسف، الدكتور محسن المسيري، الأستاذ عادل عبد الوهاب، أستاذ محمود الهواري وابن الأستاذ علي سعد، وجاري العزيز الأستاذ أحمد إسماعيل حماد، للطفل محمد أحمد سليم، والأخت هدى عبد الله، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي الله يرحمها رحمة واسعة، ووالد أخوي وحبيبي الأستاذ محمد المدني، الحاجة سيدة متولي شاهين، والدة الأستاذ عصام حجازي، ووالدة الأستاذ سليمان محمد، والدة الأستاذ رضا شبل، والحاج عمر محمود محمد حسين الجمل، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، سقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. إخواني وأحبابي، بدعي لكل أخت جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمت بالحجاب. ولكن الحقيقة قبل ما أبدأ حلقة الليلادين، عايز أن أنا أرحب بشيخي وحبيبي وأستاذي وأخوي الكبير وتاج راسي، شيخنا الحبيب شيخ أبو إسحاق الحويني، بهنيه بقدومه إلى وطنه المبارك إلى أرض مصر. يعني بقول له شفاك الله وعفاك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وربنا يا رب يتم شفاك على خير، وينفعنا بعلمك وينفعنا بأخلاقك. أنا يعني طبعا بعتبر الشيخ أبو إسحاق مش أستاذي وبس، بعتبره أخويا الكبير، وهو فعلا يعني قريب مني جدا، وأنا قريب منه جدا ولله الحمد. ويعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش الرحمن، ما دمنا بنتكلم عن في ظل عرش الرحمن.
وحقيقي زي ما بقول يعني احنا كنا بنفتقد الشيخ ان احنا نشوفه، لكن احنا ما كناش بنفتقده لان احنا كنا حاسين بيه وبقلوبنا وشايفينه وحابينه وسامعين كل خير عنه، واكيد زي ما احنا يعني لينا حق عليه فبرضه اخواننا المسلمين في كل مكان ليهم حق عليه. فاخواننا في اوروبا استمتعوا بوجود الشيخ، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، ان شاء الله يروح لهم كتير، لكن في غير علاج او مرض او غيره، انما يروح لهم زياره للدعوه. وربنا ينفع بيك اينما حللت شيخي وحبيبي، وربنا يبارك في عمرك ويجمعنا واياك على الخير، ومرحبا بيك وحمد لله على السلامة، وشفاك الله وعافاك، وربنا ينفعنا بعلمك وأخلاقك وتقواك، وربنا يجعلنا وإياك ممن يعني يكونون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. تعالوا نرجع لرحلة إلى الدار الآخرة، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخوي وحبيبي، كلمنا في الحلقة الماضية واللي قبلها عن حال الناس في أرض المحشر، وقلنا قد ايه الكرب شديد جدا، يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حكويه، ومنهم من يلجم العرق الجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، لا مع كل زمام 70,000 ملك. في وسط الاهوال دي كلها سبع اصناف كرام، ربنا يجعلنا واياكم منهم، سبع اصناف كرام ينادى عليهم يوم القيامه بأنهم يكونوا في ظل عرش الرحمن. فينادى أول واحد ينادى عليه الإمام العادل. أين الإمام العادل؟ وقلنا الإمام العادل ما هوش حاكم الدولة فقط، وإنما كل إنسان ربنا استرعاه رعية فهو إمام عادل، وعدل في رعيته فهو إمام عادل. فينادى على الإمام العادل، ثم ينادى على الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ثم ينادى بعد ذلك عن الشاب أو الرجل الذي قلبه معلق في المساجد. وخذوا بالكم تحت بند الرجل اللي قلبه معلق في المساجد، طب المرأة مش مطالبة بصلاة الجماعة في المسجد، فإن سمعت يعني سمعت الأذان فقامت في ساعتها وقامت صلت وسجدت لله سبحانه وتعالى في الوقت بتاع الصلاة، فممكن تدخل تحت معنى رجل قلبه معلق في المساجد، لأنها اتخذت مكان معين في بيتها مسجدا لها، وبدأت تصلي، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في أي مسجد في الكون، حتى لو كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما تفوتش الفرصة أخت الفاضلة، ما تقوليش بقى ورايا طبيخ، ورايا بعمل مش عارف بامية وبعمل لخية وبعمل شاف إيه، سيبكم من ده كل ده، أول ما تسمع الله أكبر الله أكبر من كل شيء، اطفي البوتاجاز واطفي كل حاجة، وخش وتوضي واسجدي لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمنا وإياكم. ثم ينادى بعد ذلك برجلان أو برجلين تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل دوت، الرابع أو الصنف الرابع الذي سينادى عليه يوم القيامة ليكون في ظل عرش الرحمن، رجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. لكن قبل ما نتكلم عن الاثنين اللي هيتحابا في الله ويعني وجمعهم الحب في الله، مش مصالح بقى ولا قدم السبت عشان تلاقي الحد، عايزين نتكلم عن معنى جميل قوي يا جماعة. احنا دلوقتي النهاردة 14 شعبان، كل عام وانتم بخير وانتم الى الله اقرب، ربنا يجمعنا واياكم على الخير، ويبلغنا رمضان بعد رمضان، ويحفظنا واياكم يا رب العالمين من شر الشيطان. عايز اقول لازم نستعد بقى ونجهز بقى نفسنا ان احنا ربنا يكرمنا بقى ونقبل على رمضان بقلب جديد خالص. كان الصحابة يسألون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فاذا جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه، سألوا الله 6 أشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان. اخويا وحبيبي خد بالك المسألة مهمة جدا جدا، ده رمضان ده يعني في ناس احنا فاضلنا ايام على رمضان، في ناس ستدرك شهر رمضان، وفي ناس هتموت وتخرج من الدنيا قبل ما تدرك شهر رمضان. ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان. عايزين نكتر من الصيام، اكيد ان شاء الله انتم صايمين امبارح والنهارده وهتصوموا بكره 13 و14 و15. وفي شهر شعبان عموما كما ورد في صحيح مسلم عن ام عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا، يعني اكثر ايام شهر شعبان كان النبي يصومها، لانه شهر يرفع فيه العمل الى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. بإذن هنكتر من الصيام، يا ريت من 14 لحد آخر يوم في شعبان، بالله عليكم وهندعي لكم بالاسم إن شاء الله، يا ريت نعمل ختمتين قرآن. أنا مش بتقل عليكم، مش هقول هنختم كل 3 أيام، هنختم كل أسبوع مرة، من النهاردة لحد يوم 21 نختم ختمة، ومن 21 ل 28 نختم ختمة إن شاء الله، ونجهز نفسنا إن احنا نستقبل بقى الختمات الجديدة في شهر رمضان، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. حاجة الثالثة
ودي مهمة قوي، وان شاء الله هنتكلم بقى في الحلقة اللي جاية واللي بعدها عن الاستعداد لشهر رمضان بكلام ان شاء الله ربنا، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. عايزين نتصالح يا جماعة، ناس كتير قوي متخصمة، وناس كتير قوي زعلانة من بعضها، وناس كتير قوي قوي هجرة بعضها. الدنيا مش مستاهله حبيب قلبي ان انتوا تتخاصموا، الدنيا مش مستاهله ان احنا نخاصم حبايبنا وقرايبنا وناسنا واصحابنا وجيراننا علشان دنيا. واغلب الخصام اللي موجود في زماننا ده ورب الكعبه، يعني مش عايز اقول 99، اكتر من 99% خصام من اجل دنيا، ما فيش خصام من اجل دين ابدا الا يعني عند يعني نذر قليل جدا من الناس. اخويا حبيب الدنيا مش مستاهله. اسمع ثلاث احاديث، يعني فعلا احنا النهارده ليله النصف من شعبان، وليله النصف من شعبان كتير من الناس بيسالوا بيقولوا هل ورد فضل قيام الليله دي؟ طبعا الحقيقه لم يرد اي فضل ابدا ابدا، ولا حديث الا الاحاديث الضعيفه جدا، ما وردش اي حديث في فضل قيام ليله النصف من شعبان. واللي يقول لك غير الكلام ده يبقى بيضحك عليك. لكن فضل النصف من شعبان في ان احنا لو متعودين ان احنا نقوم كل يوم فنقوم طبعا من باب اولى، يعني اذا كنت حضرتك من اهل القيام، واذا كنت حضرتك من اهل القيام كل يوم بتصلي قيام الليل، فما نجيش عند نصف من شعبان نقول مش هنقوم بقى عشان ايه ما وردش فيها دليل، لا، تندرج تحت الايام اللي انتوا بتصوموها او اللي انتوا عفوا بتصلوها. فاذا اذا كنت حضرتك متعود تقوم الليل كل يوم يبقى تقوم ليله نصف من شعبان، انما تيجي في ليله في السنه او ليلتين في السنه، ليله النصف من شعبان وليله العيد، وتقول من احيا ليله العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فالأحاديث دي كلها ضعيفة، والأحاديث التي وردت في فضل قيام ليلة نصف من شعبان أيضا أحاديث ضعيفة. وكل ما ورد في فضل ليلة نصف من شعبان عند عامة أهل السير إن فعلا كان تحويل القبلة للنبي عليه السلام، إن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كان في ليلة النصف من شعبان. والحاجة الثانية إن ورد حديث فعلا عند البيهقي بإسناد حسن، بس عايز أقول قبليه حديثين. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يرجعا. حديث الثاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله أو فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا أجلوا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى ربنا بيغفر لكل عبد إلا اثنين ما بينهم وبين بعض شحناء، خصام. حديث الثالث ده بقى اللي بيخص الليلة بتاعتنا، وده الحديث الوحيد الذي صح في ليلة النصف من شعبان، وده للأمانة العلمية حديث رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه. خدوا بالكم، في ليلة النصف من شعبان الليلة دي الله عز وجل يطلع إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. يبقى في الليلة دي حبيب قلبي لو كنت مخاصم حد، في الليلة دي أختي الفاضلة لو كنت مخاصم حد، بالله عليك بالموبايل حتى ابعت مسج بعد الحلقة دي مباشرة وقول له أنا صالحتك، وخد بالك ده مش هيقلل من قدرك ولا مكانتك، ده النبي هو اللي قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، صالحه عشان ربنا يغفر لك. لأن ممكن ربنا يغفر في الليلة دي لكل إنسان على وجه الأرض إلا اثنين: مشرك أو مشاحن، واحد مشرك أو واحد متخاصم مع أخوه أو واحدة متخاصمة مع أختها. خدوا بالكم، ومش معنى اختك يعني ان انا اقصد اختك اللي يعني بنت امك وابوك، لا، اي اخت مسلمه، ممكن تكون عمتك، خالتك، ممكن تكون زميلتك، جارتك، ممكن تكون صاحبتك، ممكن اوعى حد يبات الليله دي ومخاصم حد. بالله عليكم يا مسلمين اصطلحوا الليله دي، الليله دي ربنا هيغفر لكل انسان. واسمعوا الكلمه دي، ولو ما طلعتوش من الحلقه دي الا بالكلمه دي، ده يكفيني والله العظيم ورب الكعبه. لو ما طلعتش من الليلة دي إلا بمغفرة ربنا فهنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا ليكم جميعا. لو ربنا غفر لنا الليلة دي خلاص
لو ربنا غفر لنا ده هيوفقنا في ان احنا نستقبل شهر رمضان وان احنا تعتق رقابنا من النار وان احنا نكون من اهل الجنه. ربنا يكرمنا واياكم بنعمه المغفره. اي حد فيكم متخاصم مع حد حتى لو كان هو اللي غلطان في حقك انت صالحه مش هينازل من حقك ابدا. هتقول لي مش هيقدر، مش مهم يقدر، المهم ان ربنا يغفر لك وتفوز انت بالمغفره. ممكن هو يتحرم من المغفره لو رفض صلحك ليه، بس انت لازم تفوز بالمغفره. واوعى اوعى تفوت الفرصه دي اخويا وحبيبي. فعشان كده بقول لك، ويا ريت لو واحد فينا شايف اتنين متخاصمين والاتنين مكبرين محدش عايز صالح التاني اصلحهم على بعض. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ولذلك رخص لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. قال كما عند مسلم، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول أو يقول خيرا. خدوا بالكم حبايبي، فعشان كده ليلة النصف من شعبان اوعى بالله عليك على الله تبات الليله دي وانت مخاصم حد، اي حد انت مخاصمه حتى لو كان ظلمك، اترك الامر لله وربنا هيجيب لك حقك يوم القيامه. صالحه عشان ربنا يغفر لك، صالحه عشان تفوز بمغفره ربنا، صالحه عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. تعالوا نكمل رحله الى الدار الاخره. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رقم أربعة: رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. لو ليك أخ بتحبه في الله ولو ليك أخت بتحبها في الله، يوم القيامة في عز المآسي دي كلها تتاخدوا انتوا الاثنين كده وتتحطوا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان لو عايز الإيمان يكتمل في قلبك لازم تحب لله. يا مسلمين، يا اللي حياتنا بقت قدم السبت عشان تلاقي الحد، يا اللي حياتنا بقت كلها مصالح مشيها ابو صالح، عايزين تبقى حياتنا كلها حب لله. الدنيا مش مستاهله ان احنا نقضي حياتنا كلها في البيزنس وقدم وظبط واعمل علاقات الدنيا مش مستاهله. في النهاية هتسيب كل اللي انت عملته، كل اللي انت عملته من أجل علاقاته، كل اللي انت تنازلت بسببه عن أمور كتيرة وعن أخلاقيات كتيرة، وفي النهاية هتسيب كل دوت. ومالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. الدنيا مش مستاهلة ان احنا نتخاصم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المرء يحشر مع من أحب. في الصحيحين عن أنس إن رجل أعرابي جه للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أنت أعددت إيه ليها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقال أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. يا سلام، وإحنا والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وكل الصحابة والتابعين والصالحين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حديث عجيب قوي، حديث الجاي ده حديث كل ما أقعد أقراه كده أقول سبحان الله، إزاي نفوت نعمة الحب في الله. حديث رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء. خد بالك، ما هم بأنبياء ولا بأولياء يحشرهم الله، ولا بشهداء، عفوا، ما هم بأنبياء ولا شهداء يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة، خد بالك، في منزلة يغبطهم بها الأنبياء والشهداء. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. ناس هيحشروا يوم القيامة في منزلة
يغبطهم يعني يحصدهم الأنبياء والشهداء؟ قال: أما إنهم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ما كانوش قرايب ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، ما كانش فيما بينهم مصالح. أما إنهم على نور، وإن وجوههم لنور، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله، تعالوا نشوف صور جميلة أو من المحبة في الله. يا جماعة، فعلا أجمل شيء في الدنيا أن أنت تحب إنسان في الله ويحبك في الله، وكان الحب ده خالص لوجه الله. والله العظيم أنتوا اللي كسبانين، كسبانين لما تحبوا الناس لله ويحبوا بعض لله. يعني الدنيا كلها من فاتة بكل ما عليها ومن عليها. يعني أنت لو قضيت حياتك كلها أن اللي يلزمني وهاخد من وراء مصالح أصحبه، وأن اللي ما فيش منه فايدة إرميه، في النهاية أنت هتسيب كل المصالح وكل الدنيا وما عليها من نعيم زائل، وهتلقى الله عز وجل، وهتبحث وتقول: يا رب يا رب، كان نفسي في واحد أحبه في الله ويحبني في الله عشان نحشر يوم القيامة في ظل عرشك، فمش هتلاقي. إنما لو كنت حبيت حب خالص الله، تيجي يوم القيامة تلاقي أخوك اللي بتحبه وهو يلاقيك لأنه حبك في الله، وتلاقوا نفسكم بفضل الله يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، الحديث في البخاري أن النبي أخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن ربيع كان أنصاري، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجري، وسعد كان غني جدا. فلما النبي أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال له: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، خذ نصف فلوسي، وعندي، يا سبحان الله، عندي زوجتان، فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ نص فلوسي وعندي زوجتين، ومش خد بقى اللي أنا مش عايزها، لأ تاخد اللي أنت عايزها وسيب للتانية، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. شوف بقى العفة بقى في مقابل كل ده. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب واشترى وباع وتاجر إلى أن يسر الله عز وجل له مالا يسيرا، فتزوج فتاة من الأنصار على نواة من ذهب. يا سلام. كان في اثنين من التابعين، الاثنين دول من التابعين يا جماعة، كان رجل شيخ عالم وتلميذه، فكانوا مسافرين من بلد لبلد. فهم مسافرين، فجأة لقوا، فهم معدين كده منطقة زي منطقة شجر وأعشاب وغابة كده يعني، لقوا أسدين. انت عارف لحد ما اشوف أسد ممكن يحصل له يعني، فشافوا أسدين. فيقوم الشيخ يقول لتلميذه: ايه، شوف بقى أخي، سبحان الله، شوف الأخلاق. قال له: يا بني، دعني أنا أمر أولا، فإذا مررت هجم علي الأسدان، هما الاثنين هيجموا علي، فينشغل بي عنك، فتمر أنت بسلام، فإني رجل قد أوشكت على الموت، أما أنت فشاب يافع، عسى الله أن ينفع بك المسلمين. بيقول: أنا خلاص يا ابني، في آخر أيامي لما الأسدين يأكلوني مش مشكلة، أنت تعيش بقى، أنت بقيت عالم هو ما شاء الله، أنت ربنا ينفع بك بقى المسلمين. يقوم تلميذ يقول له: إيه، لا والله يا شيخ، سنمر سويا، فإن نجونا نجونا سويا، وإن هلكنا هلكنا سويا. يقوموا الاثنين يعدوا، والأسدين كأنهم مش شايفينهم، ويمروا الاثنين بسلام. طبعا لو واحد كان معاه مراته بقى ومعدى قدام أسدين كان يلحق من قلبي: ليديز فيرست، يعني حد انت الأول عشان ربنا يكرمك، الأسدين يعني ياكلوا أكلة كده سبحان الله. انتوا عارفين طبعا قصة ليديز فيرست دي. ليديز فيرست دي كان ليها قصة غريبة جدا. يعني هم لما بيقعدوا يقدموا في الإعلام يقول: سيداتي آنساتي سادات، يعني سيداتي وبعدين آنساتي، وانتوا رجالة في إيه؟ في آخر الصف يعني. فقالوا كان ليها سبب ليديز فيرست ديت. قالوا كان في اثنين، يعني اثنين بقى من الأمم الأوروبية بتاع زمان يعني، فكانوا بيحبوا بعض. راح الشاب ده يتقدم لأهل الفتاة عشان يتجوزها، فرفضوه، والاثنين كانوا بيحبوا بعض جدا. فلما أهاليهم منعوهم من الزواج قالوا: خلاص يبقى احنا ننتحر أنا وأنت، ما دام إن هم رافضين إن إيه نحن نتجوز، ننتحر أحسن. قالت له: خلاص يلا. وراح عشان ينتحر من فوق جبل. فلما طلعوا فوق فقال لها: حبيبتي، يعني ترمي نفسك الأول ولا أرمي نفسي؟ قالت له: حبيبي، يعني أنت أقوى مني،
فانتقل من نفسك انت الاول وكده، وانا هرمي نفسي بعديك على طول. فرمى نفسه، فلما الفتاه شافت شده الميته ديت، ايه ده، ده نزل يتخبط في الصخر ويتدغدغ وراسه انفصلت ومش عارف ايه، منظر صعب قوي. فرجعت في كلامها قالت طب وليه، طب ما اروح اشوف واحد غيره وخلاص يا عم الموضوع انتهى. فمن اليوم دوت اي اتنين عايزين ينتحروا فالراجل يقول لها ليديز فيرست، فطلعت ليديز فيرست من موضوع ايه، موضوع قصه الحب بتاع زليخه وميمون دول يعني. المهم الشاهد في الموضوع كان برضو قصه جميله قوي. كان واحد اسمه ابراهيم بن ادهم من خيره التابعين، في يوم من الايام كان مسافر مع اصحابه، بعض اصدقائه واخوانه، فهم مسافرين فوصلوا المكان كده زي بيت، فلقى البيت ده اللي هينزلوا فيه يستراحوا فيه عشان يكملوا السفر، لقى البيت ده بابه مكسور وكان الدنيا برد موت، فسابهم يخشوا يناموا، وقف هو مكان الباب المكسور طول الليل لحد الصبح. فلما سألوا عن كده قال آثرت إخواني بالراحة وأردت أن أمنع عنهم برد الليل وأتحمله أنا. يا سلام على الأخلاق، سبحان الله. وكان في قصة أخيرة كده نحكيها قبل ما ننتقل للعنصر الثاني. كان في ثلاثة اتقدموا للمحاكمة فحكم عليهم الملك ده بالإعدام. فلما جم يقدموا للإعدام فالملك بيقول أيكم يقتل أولا، أنا واحد فيكم يتقتل الأول؟ فواحد قال له أنا أيها الملك أنا اللي اتقتل الأول. كأنه عايز يقول له يعني أنت فرحان ليه يعني، وأنت داخل تاكل جاتوه ولا آيس كريم، ده أنت داخل تتقتل، إيه اللي خلاك تقدم نفسك عن إخوانك؟ قال أحببت أن أوثرهم بالحياة ولو لدقائق، حبيت أن أنا أفضلهم على نفسي أن هم يعيشوا ولو لدقائق من بعدي. فتعجب الملك من حبهم لبعض فعفى عنهم جميعا. ربنا يرزقنا إياكم لذة الحب في الله. أخوي وحبيبي لو حبيت حد في الله يا بختك، يا بختك تيجي يوم القيامة تحبه ويحبك في الله حب خالص لله، تحشره يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. لكن أنا عايز أقول بقى يا بختي أنا لأن أنا بحبكم كلكم في الله، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب تحت ظل عرش الرحمن. رقم خمسة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يا سلام، يدخل تحت نفس المعنى، وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. يا سلام، يدخل نفس المعنى، رجل دعته امرأة صاحبة منصب، وزيرة، رئيسة، سفيرة، واحدة صاحبة منصب عالي يعني، خد بالك، فدعته إلى الحرام، وهي صاحبة منصب ومش كده كمان، وجميلة جدا كمان يعني، مش مثلا قبيحة لا، وجميلة جدا، فقال إني أخاف الله. في المقابل واحدة دعاها ملك من الملوك أو وزير أو سفير إلى فعل الفاحشة، وهو كمان شاب وجميل ومنصب عالي جدا ويقدر يجيبها بالقوة، فقالت إني أخاف الله. الاثنين دولت يكونوا في ظل عرش الرحمن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض شباب الأمة على العفاف، سبحانك يا رب. يقول كما عند أحمد بسند الحسن اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة. كم من ضمنها، من ضمن الست حاجات، واحفظوا فروجكم، احفظ فرجك من أنه يفعل أي شيء حرام. حديث الثاني في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحيي، يعني ما بين عظمتي الفك يعني اللسان، أو ما يدخل الجوف من الطعام الحرام، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. ويقول عن النساء كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها، صلاة الخمس، وصامت شهرها شهر رمضان، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. تخير يوم القيامة أو يوم القيامة تخير بين أبواب الجنة الثمانية، ادخلي من أي باب. أخت الفاضلة ربنا يحفظنا احفظك، كل مسألة بتحتاج إلى شدة مراقبة لله، خوف من ربنا، إن الإنسان فعلا يستحضر إن هي شهوة لحظات دقائق، وفي النهاية يحاسب عليها الإنسان حساب شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، هتفعل هذه الفاحشة سيفعل بأهلك هذه الفاحشة. وفي القبر عياذا بالله، النبي شاف، والحديث في البخاري، شاف الزنا والزواني داخلين في حاجة زي التنور زي الفرن كده، والفرن ده بيغلي بهم ويأتيهم النار من أسفل منهم، فإذا جاءهم ضوضو، فإذا وصلوا إلى فوهة التنور خمدت النار ثم عادت مرة أخرى، ويفضلوا يغلوا في التنور ده لحد يوم القيامة. ويوم القيامة
يأتي الزاني ويأتي زوج هذه المرأة التي زنى بها أو ولي هذه المرأة التي زنى بها ويقال له خذ من حسناتي حتى ترضى. مش خد ألف ولا ألفين حسنة، خد من حسناته لحد ما تقول كفاية. وممكن ما يقولش كفاية، سبحان الله. فالمسألة فعلا بتحتاج أن الإنسان يستحضر مراقبة ربنا ويستحضر أن الجزاء من جنس العمل. يجي شاب للنبي، والحديث رواه أحمد في المسند بسند صحيح، شاب يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إئذن لي في الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغرب لكنه لم يعنف الشاب، فرح مقربه قال له تعالى أدنو مني، فقرب منه فقال له أترضاه لأمك؟ قال له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لعمتك، لابنتك، لخالتك؟ قال له لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أو بناتهم أو عما إلى آخره. ثم اقترب منه النبي ووضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا سلام يا سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوف حنيته قد ايه. شفت لما يلاقي انسان بيخطئ، ومش بيخطئ بس وجاي سامحوني انا اسف، بيسيء ادبه قدام النبي. حضرتك متخيل ان واحد يروح يقول للشيخ تأذن لي اروح ازني؟ سامحوني، فيها سوء ادب، فيها سوء ادب في السؤال نفسه. هو كان ممكن يقول للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له يا رسول الله جوزني والا انا هتفتن. كان ممكن تيجي بالشكل ده، انا عشان يقول له اذن لي في الزنا؟ ممكن يكون كده يعني تجاوز حدوده مع النبي. ورغم ذلك النبي لم يعنفه، وعارف انه ممكن يكون الشاب فعلا شهوته تعبته وحب انه يعالجه بطريقه جميله قوي، ايمانيه جميله. اول حاجه حب يبدل الادوار، قال له طب تخيل نفسك مكانهم، انت ترضاه لامك، ترضاه لاختك، ترضاه لبنتك؟ فايقظ جواه ضميره ونخوته، فقال له لا طبعا. قال له طيب، بس فاضل الشهوة لسه شغالة في الشاب وتعبان. فيروح النبي يتدخل بقى بشكل إيماني جميل قوي، حط إيده الكريمة المباركة على صدر هذا الشاب، وكل ده بوحي من ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يفعل أي شيء إلا بوحي من ربنا. يحط إيده على صدره ويدعي وربنا يستجيب له، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب فخرجت من عند النبي ولم التفت الى ذلك ابدا. خلاص يا جماعه الخير، يا شباب المسلمين اللي نادي ليله النصف من شعبان، ليله النصف من شعبان الليله اللي تحولت فيها القبله من مكان لمكان، تعالوا ناخد وقفه لطيفه مع حته التحول. ما تيجوا احنا كمان نتحول يعني، وان كان التحول هنا كان من طاعه لطاعه، لكن احنا من باب يعني المصادفه، يعني من باب يعني ان احنا بس نعلق على هذه المساله. ومش معنى كده ان انا عايزين ان احنا مش هنتحول الا في كل ليله نصف شعبان، عشان حد من اللي قاعدين هنا في الدوره يعني مستخبلين في الدوره يقول لك ده، بيقول لك بقى خلاص ليله نصف شعبان بقت عيد وهنتحول فيها كل سنه. لا، ده انا بقول كده قدرا، ما دامت الحلقه جت في ليله نصف شعبان ما تيجي نتحول. اللي على معصيه تحول للطاعه، اللي متبرجه تتحول للحجاب، اللي بيعق امه وابوه يبرهم ويبوس ايديهم. طب بالله عليكم، وبقول بالله عليكم يا مسلمين يا حبايبي، ياللي قاعد جنب امك او ابوك او قاعد جنب الاثنين، وياللي قاعده جنب الاثنين او واحد منهم، خد ايديهم دلوقتي وبوسها. هتحس بحلاوه الايمان بترتفع في قلبك، هتحس ان انت فعلا والله هتحس ان ربنا راضي عنك، هتحس ان ابواب الكون ده كله بتتفتح لك. وانا بقول لك عن تجربه واسال مجرب، كل خير حصل لي في دنيتي اولا ببركه ربي، ثم بدعوه امي وابويا. ربنا يرزقنا اياكم بين الوالدين يا رب العالمين. كان في قصه واحد جميل قوي اسمه ربيع بن خثيم. ربيع بن خثيم كان يضرب به المثل في العباده، لدرجه ان استاذه عبد الله بن مسعود كان بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان ربيع بن خثيم لما يروح الأسواق يخرج يشتري حاجة، كان التجار لما يشوفوه يهللوا ويكبروا. وكان واحد من أصحابه يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. يا سلام، بعض الفجار وبعض الناس الفاسقين، وما أكثرهم في كل زمان ومكان. في ناس كده، لو لا إنسان عنده دين نفسه أن يجرده من دينه، لو لا إنسان عنده علم، لو لا إنسان محبوب، لو لا إنسان ناجح نفسه يدمره. سبحان الله، بقت شهوة الانتقام والأحقاد موجودة في زماننا ده أكتر من أي زمن. ربنا يكفينا وإياكم شر الخلق يا رب العالمين. سبحان الله،
عرفوا ان هو راجل عابد، قالوا لازم نفسده. طب انت هتستفيد ايه؟ راجل بيعبد ربنا، مش عايزين حد يعبد ربنا. في ناس كده، في ناس بشعه بجد، في ناس فعلا بشعه، لكن في ناس طيبه. ربنا يحفظنا واياكم ويكفينا واياكم يا رب شر كل ذي شر، قولوا امين. فالمهم فراحوا لامراه باغيه بتتاجر بعرضها، قالوا لها هذا 1000 دينار. قالت لهم علامه ليه؟ قالوا على قبله واحده من ربيع بن خزيم، خليه بس ياخذ منك بوسه بس. قالت لهم ولكم فوق ذلك ان يزني. خافوش، انتوا عارفين امكانياتي، ده أنا الدنيا كلها تتمنى جمالي. وراحت له وتجردت من ملابسها وتعرضت لهم، فانطلق نحوها كالسهم المسرع وصرخ في وجهه وقال كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يا أمة الله يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الله، تعال نشوف المثال الثاني ده جميل قوي. واحد اسمه أبو بكر، أبو بكر المسكي، نسبة إلى رائحة المسك، أبو بكر المسكي. هو ما كانش اسمه كده على فكرة. أبو بكر ده في يوم من الأيام، وده كان رجل عابد وزاهد، قائم بالليل صائم بالنهار، ذاكر لله تال لكتاب الله، كان رجل عنده همة حلوة قوي في العبادة. ربنا يرزقنا إياكم همة الناس ديت. فالمهم في يوم من الأيام هو ماشي، امرأة من جيرانه فراحت بعتاله، ويعني استغاثت به، يعني كأن في حاجة مثلا في بيتها خايفة منها، ثعبان مش عارف إيه، قالت له أدركني يا أبو بكر يا أبا بكر مش عارف إيه. فرجل من شهامته دخل البيت فقفلت الباب، فقالت له ما دعوتك إلا لتقع علي، أنا ما دخلتكش البيت إلا لتزني فيه، وإن لم تفعل لأصرخن وأجمع الناس جميعا وهو لهم إن أنت لتعرضت لي. فماذا يصنع الرجل في مثل هذا الموقف؟ لو واحد غيره يقول لك ما أنا مجبر والله غصب عني، يعني أعمل إيه؟ طيب يعني ما باليد حيلة، والله العظيم اللي قفلت الباب وقالت هصوت، فأنا غصب عني وسامحني يا رب. لكن اللي مش عايز يعصي ربنا والله ما هيعصي ربنا. يا شباب ما تستسلموش للشهوات بالسهولة ديت، يا بنات ما تستسلموش لمعاكسات الشباب والكلمات الحلوة الرنانة ومخادعات الكاذبة من الشباب الفاسق بالسهولة ديت. مش بكلمة تروح وقع فريسة، مش بكلمة تروح هي توقعك. يا شباب يا شباب اتقوا ربنا يعني، وافتكروا يوم يقوم الناس لرب العالمين، هتقفوا بين ايدين ربنا، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. اخوي وحبيبي، فأبو بكر المسكين قال لها طيب أنت يعني مصرة أن أنا أفعل الفاحشة؟ قالت له آه مصرة. قال لها طب ممكن تأذني لي بس أنظف جسمي؟ فرحت مشاورة له على مكان الحمام، دخل جوه عمل حاجة لا تخطر على قلب بشر عزكم الله، بص في الحمام فوجد الغائط، الغائط الفضلات، وراح واخد الغائط بإيديه وراح عايص جسمه كله ودهن جسمه كله بالغائط. وشوف بقى قبح الرائحة، ويعني ربنا يعافينا وعافيكم، حاجة صعبة قوي. كل ده عشان ما يعصاش ربنا. يا الله يرحمك يا أبا بكر المسكي. تعال شوف شباب المسلمين النهاردة اللي عامل الشات يعني لعبة على بنات المسلمين، وليل ونهار واقفين على النواصي وعمين يلعبوا بأعراض المسلمات. ربنا يعافينا وعافيكم، يتوب على شباب المسلمين يا رب العالمين. فرح دهن جسمه وخارج لها وقال لها أنا قد تهيأت لك. فلما شمت الرائحة القبيحة قالت أنت مجنون أخرج، وراحت ترضم البيت. فقال الحمد لله، خرج من البيت هو بيحمد ربنا أنه مؤعشف أي حاجة تغضب ربنا، وراح البيت هو سعيد جدا أنه ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى، وراح اغتسل
وشوف زمان ما كانش فيه بقى لا دش ولا حنفيات ولا سخان ولا بانيو جاكوزي ولا الكلام ده كله، يروح يعبي بالصفيحة ويرجع. اغتسل يجي 10-15 مرة والريحة القبيحة مش عايزة تروح. فنام وهو سعيد وحزين، سعيد انه ما عصاش ربنا، وحزين لانه هيصحى بعد شوية عشان يصلي قيام الليل ويروح يصلي الفجر والمسلمين مش هيتحملوا ريحته القبيحة ديت، هيعمل ايه؟ فإذا به يأتيه آت في المنام ويقول: أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا. فأصبح من نومه وقد وجد جسده يفوح برائحة المسك حتى آخر لحظة من عمره، فسمي بعد ذلك أبو بكر المسكي. يا سلام، وزي ما قلت لك هي دقة بدقة، ولو زدت لزاد الثقة، وانت عارفين طبعا القصة. رقم 6: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. ده من السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا حبايب قلبي، سهل قوي قوي ديت واللي بعدها. أسهل حاجتين تيجوا نتفق الليلة دي إن إحنا نلتقي يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن، سهلة يا شيخ محمود، سهلة جدا جدا. لو ما كنتش إمام عادل ممكن تكون شاب نشأ في عبادة الله، صعبين الاتنين. طيب قلبك معلق في المساجد، مش قادر أواظب على الصلاة الخمس في المسجد، لا لازم تواظب إن شاء الله إلا العذر يعني. طيب التلاتة مش قادر إن أنا أكون منهم. طيب رجلان تحبا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. سهلة دي، سهلة مش صعبة. قل لي ولو انها يعني بس ممكن يعني شويه، يعني ممكن يعني ايه نحب بعض في الله وننسى المصالح بقى شويه. طيب رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. يقول لك والله يعني دي صعبه لسبب، ان انا ممكن ما اتعرضش للموقف ده، ممكن ما فيش واحده تدعوني وهي صاحبه منصب وجمال، فديت صعبه شويه. اقول لك اسهل حاجتين اللي جايين دولت، لو فزت بواحده منهم، تخيل تقدر تفوز بالاثنين. تخيل والله العظيم يا جماعة، والله يا حبايب قلبي ممكن ناخد الاثنين دولت ونفوز بيهم إن شاء الله، ونكون يوم القيامة أنا وإنتم في ظل عرش الرحمن إن شاء الله. رجل تصدق بصدقة، أخرج من بيتك برا، أوعى تعد اللي في جيبك. أخرج مرة كده وإنت ما أنتش عارف اللي في جيبك. قول لي يا شيخ محمود ده الجيوب كلها فاضية في زماننا يعني إلا من رحم الله. أقول لك معلش، يوم ما ربنا يكرمك كده وجيبك يتملي مرة كده إن شاء الله، أخرج من بيتك ودور على حد فقير، تستشعر انه فقير، مش بيمثل بقى والعالم المتصورين دولت، تستشعر فعلا انه فقير، وطلع من جيبك لله مرة وما تعدش. طلع من جيبك كده وطبق ايدك حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، خد بالك، وحطهم في ايد الفقير، حطهم كده مش كده، اليد العليا خير من السفلى، خلي هو ايده العليا، اكرمه ما تزلوش، وحطهم في ايديه، قل له خد يا ابني جزاك، يا حبيب قلب خد ربنا يكرمك، ده انا اللي محتاج لك، مش انت اللي محتاج لي. هياخدهم منك، غمض عينيك ما تبصش على الفلوس، خدهم منك قل له: يا رب تصدقت بصدقه فاخفيتها ولم تعلم شمالي ما تنفق يميني، وحبيبك صلى الله عليه وسلم وعدنا بوحي منك يا رب إن اللي يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هيكون في ظل عرشك يا رب، وأنا بحسن ظني بك يا رب متأكد إنك هتخليني يوم القيامة في ظل عرشك. إيه رأيك؟ سهلة دي؟ سهلة جدا. بكرة الصبح نعرف إن دلوقتي هتبقى الدنيا بالليل، مش معقول هتنزل الساعة 12 في الشارع، يعني ممكن لما تروح تدور على واحد فقير هتلاقي حاجات، يعني ممكن تلاقي حرامية وقطاع طرق، لا ما تنزلش بالنهار، بالنهار بكرة إن شاء الله، ونويها من بالليل، يمكن الواحد يلقى ربنا الليله دي، يلقى الله على النيه الجميله ديت. واقول ان شاء الله، ان شاء الله اخرج من بيتي واتصدق بصدقه، وان شاء الله اكون في ظل عرش الرحمن. تعالوا نكمل العنصر الجميل دوت، ولكن بعد فاصل قصير. اوعى تنسى، صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع العنصر التاء السادس أو مع الصنف السادس اللي هيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. الصدقة، أصل كلمة الصدقة جاية من الصدق، ولذلك لازم الإنسان يكون صادق جدا وهو بيعطي الصدقة ديت. ولذلك كان أول ثلاثة، لو تفتكروا في الحديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم، إن أول ثلاثة بتصعر بهم النار يوم القيامة كان منهم المتصدق. ليه؟ يؤتى بهذا الرجل فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا فعلت بتلك النعم؟ فيقول يا رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة كذبت. فيقول له جل وعلا إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد كريم وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر الله عز وجل به فيلقى على وجهه في النار. حقيقي فعلا الصدقة لما بتكون في الخفاء شيء جميل جدا، بتدل على الصدق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، والحديث عند البيهقي بسند صحيح. ولذلك كان زين العابدين علي، زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، كانوا يتهمونه بالبخل ولا يعرفون أنه كان ينفق كثيرا، ولكن كلها كانت صدقات السر. كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي كان بينفق على 100 بيت، 100 بيت كل يوم في الثلث الأخير من الليل، يحمل شولة الدقيق والسكر على ظهره ويروح يوديها يوميا لمئة بيت عشان ينفق عليهم. يصبح الناس الصبحية بعد صلاة الفجر يلاقوا الشولة محطوطة قدام بيوتهم، فياخدوها ويأكلوا ويخبزوا ويعملوا ويعملوا، فلم يعرفوا من الذي يعطيهم إلا يوم ما مات زين العابدين. عرفوا بلين؟ لقوا المعونة بتاعت المئة بيت دي انقطعت، ما خلاص ما وصلتش، ما هو مات. وفي نفس الوقت الناس اللي كانت بتغسله لقوا على ظهره آثار الشويلة اللي كان بيشيلها على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام عرف إن في تلميذ من تلاميذه دخل السجن بسبب دين كبير عليه، فراح لرئيس السجن وسأله كم عليه من الدين؟ قال له كذا، مبلغ كبير جدا. فقال له طيب ائتني بصاحب الدين. فجيء بصاحب الدين، فعبد الله بن مبارك استرضاه وأعطاه المبلغ كله، فراح تنازل عن هذه القضية وأخرج هذا الشاب من السجن. مقابله تاني يوم عبد الله بن المبارك، قال كيف حالك وأين كنت؟ قال له كنت في سجن يا شيخي، كنت في السجن وسجنت بسبب دين كان علي. قال له كيف خرجت؟ قال جاء رجل صالح لا أعرف من هو فسد ديني جزاه الله عني خير الجزاء. قال أحمد الله عز وجل على أن يسر لك هذا الرجل وادع له بكل خير. ولم يعرف هذا الشاب إن اللي دفع الفلوس ديت عبد الله بن المبارك لحد ما مات عبد الله بن المبارك. شفت الإخلاص؟ كان ممكن يروح يقول له أنا اللي طلعتك من السجن، أنا اللي أنقذتك من الهلاك، أنا اللي عملت فيك وعلى الله يتمر يعني، واخد بالك؟ لكن شوف عمل إيه، وصى الناس دولت إن محدش يقول له إلا بعد ما يموت، لو حب يقوله بس ما يقولوش في حياته. ليه؟ خاف من الرياء رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده أخوه وحبيبه بقول تنفق وما تخافش، وأنفق ولو كان قليلا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنص تمرة اتقوا النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد حسن سبق درهم 100,000 درهم. عشان ما تقولش بقى أنا يعني لما هم في جنيه ولا نص جنيه هو ده اللي هيكون هيخليني أكون في ظل عرش الرحمن، قد يكون حد عارف سبق درهم 100,000 درهم. ده كلام حبيبك ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده مال كثير فأنفق من هذا المال 100,000، يعني واحد عنده 10 مليون فأنفق 100,000. طب 100,000 طبعا جميلة وربنا يبارك فيه ويجازيه كل خير. واحد تاني كان فقير معهوش غير درهمين فأنفق درهم وساب لولاده درهم، فالنبي بيقول الدرهم ده
سبق المئة ألف درهم. ليه؟ قال لك لأن الدرهم ده يمثل نص ثروة الرجل ده، والمئة ألف لا يمثلون واحد على المية من ثروة الرجل ده. فسبق درهم مئة ألف درهم. والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان سيدنا ابن عمر كان يتصدق على الناس على الفقراء بالسكر، فكان يقول له لماذا تتصدق بالسكر؟ قال لأني أحب السكر. والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا بحب السكر. وكان عمر بن الخطاب كان يتصدق بحبات العنب، حبات العنب. لماذا يا عمر؟ قال لأني أحب العنب. والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها كانت تعطر الدنانير قبل أن تتصدق بها، فيقولون لماذا ذلك يا أمه؟ قالت لأنها ستقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى. وما تخافش والله من فوات الرزق. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال عبد من صدقة. والمولى عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا الله، تعال نشوف الصنف السابع والأخير. وقلت لك سهل أو السادس والسابع، سهل أو أن نكون أنا وحضرتك إن شاء الله، إن شاء الله يعني بحسن ظن بالله، سهل جدا نكون في ظل عرش الرحمن بحاجة من الاثنين دول. أسهل حاجتين في السبعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والثاني آخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. معقولة واحد ممكن يكون قلبه قاسي لدرجة أنه عمره في حياته ولا مرة بكى من خشية الله؟ معقولة عمرك ما بكيت من خشية الله؟ يا عينيك جامدة للدرجة دي، قلبك قاسي للدرجة دي، عمر ما في دمعة كده نزلت من خشية الله؟ خلي قلبك يتحرك. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي. قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ شوف حاجتين، هو سأله عن حاجة راح النبي مديله اتنين، بيقول له أنا بشكو قسوة في قلبي، قال له أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وادنه منك، خد بالك، وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي يعلى بسند صحيح عينان، عينين لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. المرابط اللي في ساحة الجهاد، اللي بيسهر عشان يحمي الناس، اللي بيسهر عشان يحافظ على المجاهدين اللي نايمين دلوقتي عشان يستعدوا تاني يوم للجهاد في سبيل الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري به كالحلس البالي من شدة البكاء من خشية الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل عليه السلام إني، فأخبره أنه يبكي إنما يبكي من خشية الله. وسيدنا النبي عليه السلام يسأل جبريل مالي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار. يا سلام، يبقى إذا النبي عليه السلام شاف سيدنا جبريل بيبكي من خشية الله. وده مين ده؟ جبريل يا جماعة، جبريل اللي النبي شافه على صورته الملائكية مرتين، مالئا ما بين الأرض والسماء ومالئا ما بين المشرق والمغرب. شوف حجم سيدنا جبريل قد إيه. قال بقرى قوم لوط كلها، اللي قرى سدوم، قلبها بريشة واحدة من 600 جناح. فلك أن تتخيل هو بيبكي من خشية الله، ولك أن تتخيل في الحديث اللي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح لما حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد بس ملك عبد من عباد الله من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن يقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت. يا سلام،
قد ايه الانسان الضعيف البسيط ده قد ايه ممكن يكون متجبر ومتكبر وقاس القلب، يذكر قدامه ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار ولا يبكي، يذكر قدامه أحاديث بتذكر بعذاب الله وبعقوبات المولى عز وجل ولا يبكي، لا يتأثر بذكر الله ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويل للقاسية قلوبهم، يعني سبحان الله إن الإنسان اللي قلبه قاسي يويله لقلبه قاسي. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يلين قلوبنا، عايز قلبك يلين، ارحم اليتامى، اكرم الضعفاء، اقرا قران كتير بس بتدبر وخشوع، اكثر من ذكر الله، اكثر من الاستغفار، اكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الامور دي والله يا حبيب قلبي تلين قلبك وتخلي قلبك كده يعني يلين وجميل وبكاء، وتخلي عينيك دمعتها حاضره بفضل الله بدمعه واحده. ورجل ذكر الله خاليا، يعني خاليا، خاليا من حب محمدة الناس. يعني لو إنسان واقف في صلاة التراويح بيصلي في المسجد الحرام وسط 4 مليون وبيقول الله أكبر وبيبكي وهو يتمنى أن ما حدش يشوف دمعته دي، يبقى ذكر الله خاليا. ولو واحد بيذكر المولى عز وجل خاليا في غرفة نومه وهو بيتمنى أن الناس تشوفه، يبقى لم يذكر الله خاليا. يبقى القلب هو اللي خالي من حب رؤية الناس ومحمدة وثناء الناس، يبقى هو ده المقياس. مش ان اروح صحرا بقى واذكر ربنا واقول انا ذكرت ربنا خالي. لا، خاليا من حب الحمد والثناء. ورجل ذكر الله خاليا، احد افتكر نعم ربنا، افتكر ذنوبه واثامه، افتكر الذنوب اللي اذنبها ونعم ربنا، خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، افتكر هو قصر قد ايه في حق ربنا، يفتكر ان هو ظلم ناس كتيره، يفتكر ان هو قسي على ناس كتيره، يفتكر انه بقاله شهرين ما مسكش القران، يعني بعيد عن كتاب ربنا بقاله قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. يفتكر ان هو ما ذكرش ربنا بقاله اسبوعين ثلاثه ذكر ربنا ما جاش على لسانه، يفتكر انه ما دخلش المسجد بقاله 6 شهور، يفتكر انه بقاله كتير جدا لما يتصدق، يفتكر انه بقاله كتير جدا جدا ما مسكش احاديث النبي كده وقرأ فيها، يفتكر انه عمره ما قرا سيره النبي ولا سيره الصحابه، يفتكر ان هو كان الدين اخر حاجه بيفكر فيها. فذكر الله ففاضت عيناه الدمعه دي، لو نزلت في الوقت ده امسكها بايدك واعرف ان دي اغلى دمعه واغلى نقطه ميه في الكون ده كله. 29% في من الكره الارضيه ارض يابسه، 71% بحار ومحيطات وأنهار، ودمعتك اللي هتنزل من خشية الله أعظم عند ربنا من كل البحار والأنهار والمحيطات دي كلها. دمعة هتخليك يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. قال أحد السلف: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. اسمع كلام الحلو ده تاني: والله ما طابت الدنيا إلا بذكره. والله حبيب قلبي أسعد لحظات العمر لما الإنسان بيبتعد عن الموبايلات والتليفونات وضجيج الشوارع وكلكسات العربيات والدوشة والهيصة والغيبة والنميمة، ويقعد لوحده كده في بيت ربنا أو في مكتبته أو في غرفته، ويقعد يذكر ربنا ويصلي على النبي، حس إن القلب بينضف، حس إن الدنيا كلها بين إيديك، حس بسعادة غريبة جدا. والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. يبقى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر الله زي ما قلنا قبل كده 5 أنواع: ذكر الله عند ورود الأمر، لما يجي الأمر لنا أقيموا الصلاة، لما تقيم الصلاة أنت ذاكر لله،
لما تلبسي الحجاب انت ذاكره لله، لما تبر امك وابوك وبوس ايديهم بالله عليك، اوعى تنسى، بقول لك بالله عليك بوس ايديهم، ربنا يكرمك. لما تبوس ايديهم وتبر امك وابوك انت ذاكر لله. لما تكرم اليتامى انت ذاكر لله. ذكر الله عند ورود الامر، ذكر الله عند ورود النهي. لما تبعد عن الخمر، لما تبعد عن النساء في الحرام، لما تبعد عن النظره المحرمه، لما تبعد عن التعامل بالربا، لما تبعد عن كل شيء يغضب ربنا فانت ذاكر لله. لما تترك التبرج انت ذاكره لله. ذكر الله في الاحوال والمناسبات، عند دخول المنزل، عند الخروج، عند دخول المسجد وخروج المسجد، عند رؤيه الريح، عند رؤيه هلال رمضان، عند 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 كل احوال المناسبات ديت. شفت دي؟ لما نذكر ربنا يبقى احنا ذاكرين لله. ذكر الله المقيد بعدد، بعد الصمد بسبح 33 واحمد 33 واكبر 33 وكملها بلا اله الا الله. لما في ذكر بيتقال 3 مرات، في ذكر بيتقال 7 مرات، في ذكر بيتقال 10 مرات، في ذكر بيتقال 33 مره، في ذكر بيتقال 100 مره. لما نعمل كده فنحن ذاكرين لله. النوع الخامس ذكر الله المطلق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي هو لما الراجل راح للنبي قال له كثرت علي شرائع الاسلام فاخبرني بامر اتشبث به، مش عارف اعمل ايه، الشرائع يعني كتير قوي. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالعلماء قالوا ده النبي جمع له الدين كله في الجمله دي. ليه؟ قال لك لانه لا يفعل الإنسان معصية وهو يذكر الله، مستحيل مستحيل يعني. بص مش ممكن، ما فيش واحد بيروح يمسك واحد كده ويروح يذبحه يقول بسم الله الله أكبر، هيذبحه، ده بيقتله. ما فيش حرامي طالع يسرق في الدور الثالث فهو طالع مصيبه الله أكبر، واخد بالك؟ ما فيش واحد نصاب طالع من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش حد بيشوف واحدة ماشية جميلة بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد ويذكر ربنا وبيعاكس. فلما تنشغل بذكر الله ده بيعينك على البعد عن معصية. وأنا مرة وصفت للشباب مرة في درس عن غض البصر، فبقول لهم جربوا، وشرع ربنا لا يجرب، لكن بقول لكم يعني مجازا كده جربوا، اشغلوا أنفسكم وألسنتكم وقلوبكم بذكر الله وامشوا في الشارع وشوفوا إيه اللي يحصل. كانت النتيجة أن بعض الشباب اللي قابلتهم بعد كده في الدرس اللي بعديه قالوا لي والله كانت تجربة غير عادية، وإحنا ماشيين طول ما إحنا ماشيين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله، عمالين بيذكروا ربنا وبيصلوا على النبي. بيقولوا لي كان النساء تعدي من قدامنا ولا حاسين إن دول نساء، كأن يعني أي حاجة معدية، إنما نساء لا، هو مش شايف حاجة، هو مش شايف غير ربنا، هو مش حاسس غير انه يعني فعلا قلبه حاضر وحاسس انه فايز بمعية ربنا سبحانه وتعالى. لكن عايز اقول حاجة، وان كان النبي جمع بين السبع اصناف دولت وقال ان السبع دولت هيكونوا يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، لكن ده مش معناها ان هم دول السبعة بس. هل في حد في غيرهم يا جماعة؟ في حد غيرهم هيكون ان شاء الله في ظل عرش الرحمن؟ فيه في ناس تانية هتكون في ظل عرش الرحمن. تعال اسمع الحديث الجميل دوت اللي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول يوم القيامة، حديث قدسي، وضلنا كده 11 دقيقة خلصهم بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة، الحديث القدسي، أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لكن الحقيقة ده حديث ده يدخل تحت المعنى برضو اللي هو بتاع ورجلان تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. لكن في حديث تاني بقى ده حاجة جديدة خالص بقى، حاجة جديدة، وهيكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. واحد حصل له ظرف
اتزنى. واي انسان في الدنيا يا جماعه ايا كان قدره ممكن يتعرض انه يتزني. يعني اوعى تفتكر ان واحد ممكن يكون مليونير عمره ما يتزني، ممكن يتزني، ممكن يحصل ان هو يشتري حاجه يجمد فيها فلوسه وتتوقف سوقها ما بتمشيش فيتزني، فيبقى عنده فلوس لكن متجمده فيتزني ماديا فيقترض منك. وممكن واحد يكون فقير ويتزنق، واحد زوجته تعمل عمليه فتزنق، والبلد كلها مزنوقه دلوقتي يعني، بس ايه ربنا يا رب يفك زنقتهم يا رب العالمين. فالشاهد في الموضوع ان ممكن واحد يتزنق يبقى يعني الامور عنده متعسره، فيروح لواحد حبيبه او صديقه او جاره ويقترض منه مثلا 5000 10000 اكتر اقل، ويحدد له ميعاد انه مثلا هدفعهم لك يوم واحد شوال. جه يوم واحد شوال فالراجل صادق فعلا، قال له والله يا اخويا معلش سامحني، انت عارفني ان انا عمري في حياتي ما هاكل مال حرام ولا هاكل عليك فلوسك، فبارك الله فيك يعني انظرني نظرة الى ميسرة، انتظرني شوية. فلو قال له خلاص انظرتك يعني اديتك اجل تاني، طب تقدر تدفع امتى؟ والله بعد 3 شهور مفيش مشكلة، انا مستنيك 3 شهور تاني. كل يوم هيعدي عليه، وركزوا معايا في الحتة دي، كل هو مديله كام؟ مديله مثلا 10000 جنيه. كل يوم هيعدي عليه بعد يوم سداد الدين، يعني يوم سداد الدين يوم كام؟ يوم مثلا يوم واحد شوال، هيأجله 3 شهور يعني كام يوم؟ 90 يوم تقريبا. كل يوم هيعدي في 90 يوم دولت يتحسب لصاحب المال كأنه تصدق على المعصر بنصف ماله، بنصف الفلوس ديت، يعني كأنه بيتصدق عليك كل يوم. هو مديله كام؟ 10000، كأنه بيتصدق عليك كل يوم ب5000. ايه رأيك؟ مش كنز كبير ده؟ شفت قد ايه؟ لا ده ممكن كمان في حاجة كمان اكبر من كده. ممكن يقول له طيب يعني انت معصر يعني معكش فلوس؟ يقول له والله يا اخوي انت عارف ظروفي، بس وانا والله في نيتي أدي، بس الظروف مش سامحة، يعني أجلني شوية. يقول له لا انا مش هأجلك، انا اسقطت الدين من عليك، انا مش عايز منك حاجه. ولو مكتبه شيك يقول له وادي الشيك حبيب قلبي قطعته، او وصل الامانه او الكمبياله قطعتها خلاص. انت عارف الراجل ده ممكن يوم، مش ممكن ده اكيد، ده بنص الحديث، حديث رواه احمد بسند صحيح، من انظر معصرا او وضع له، وضع خلاص انا مش عايز منك حاجه، انا وضعت عنك، اظله الله يوم القيامه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خد بالك. طب أجيله 3 شهور فتحسب له كل يوم، هو مديله 10000، تحسب له كل يوم إنه بيتصدق عليه ب5000. جه في الفترة الثانية بعد 90 يوم ما مروا، الراجل فعلا حاول يجمع فلوس فما قدرش، فقال له ممكن ودي آخر مرة تأجلني كمان 3 شهور؟ قال له حاضر. فيتحسب له في الثلاث شهور التانيين دولت إنه تصدق عليه بقدر المال كله. يعني والاحاديث انا يعني ما فيش وقت اذكرها لكم، لكن احاديث صحيحه عند احمد وابن ماجه. فيتحسب له ان كل يوم بيتصدق عليه بال10000 اللي هو مسنفها له، تتكتب له صدقه. تخيلين يا جماعه، هو انتهى زمن القرض في عصرنا او نذره ليه؟ بسبب الذمم الخاربه، بسبب الاخلاقيات التعبانه اللي احنا عايشين وسطها الان. راجل ياخد فلوس وهو بياخد ناوي ينصب عليه، يوم ما ياخد وهو رايح ياخد الفلوس هو ناوي تنصب عليه، وبيستحضر ان هو صادق جدا يعني، واخد بالك؟ فناوي ينصب عليه. انما لو كان انسان محترم وكويس ومتدين ويعرف ربنا وحاول يأدي الفلوس وما قدرش، فيستأذنه بكل ذوق وأدب، وسامحني انظرني أجلني 3 شهور، فيتحسب للي أجله كل يوم بيتصدق عليه بنص الفلوس، أجله 3 تانيين تحسب ان هو بيتصدق عليه بكل المال. فلو جه في الآخر قال له خلاص اسقطت عنك الدين ده، وخد بالك حتى بعض العلماء قالوا لو كان الانسان اللي انت صرفت له فقير جدا، ممكن بعد كل اللي اتحسب لك ده كله ممكن تنوي ان انت تديله المال ده من زكاه مالك لو كان فقير معدم. اما لو كان غني فانت تنازلت، اتحسب لك بالاجر اللي انت خدته كل يوم كانك بتصدق عليه من نصف المال ده، ويوم ما تضع عنه هذا الدين تكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. ورد حديث ثاني عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه أو محى عنه، أنت سلفت واحد فهو أصبح غارما،
من نفس عن غريمي أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، والحديث رواه مسلم. وفي برضو ورد عند ابن ماجه بسند صحيح، صنف تاني يكون في ظل عرش الرحمن، من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. واحد من أهل غزة، من أهل فلسطين اللي بيجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنت دفعت له جزءا من المال ليشتري خيمة يستظل بها في جهاده في سبيل الله، ليبني بيتا، ليفعل أي شيء، فهم إزاي؟ يوم القيامة تكون أنت في يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أخوي وحبيبي، ذكرت لك، وأختي الفاضلة، ذكرت لكم الأصناف السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن، وأضفنا صنف ثامن أو ثامن اللي هو من أنظر معسرا أو وضع عنهم، هيكون يوم القيامة في ظل عرشه. حد فينا ليه فلوس عند حد وناوي يأجله شوية، ينظر نظرة إلى ميسرة، هتكون في ظل عرش الرحمن. حد ناوي وعنده مقدرة إنه يتنازل عن الدين دوت لأن أخوه معسر ومش قادر يسده، في يوم القيامة هتكون في ظل عرش الرحمن. شو بقى في ظل الهم ده كله، تتمنى يوم القيامة عشان تنجو من الوقوف في الحر والشمس والتعب والنصب، تتمنى تفدي نفسك بملايينك كلها. لا، ده انت تفدي نفسك بدين بسيط مداين بأخوك عشان تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. دول كانوا السبع أصناف أو الثمان أصناف اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن. حاولوا تنشلوا من دلوقتي على حد أو على صنف، وتقول إن شاء الله بكرة إن شاء الله الليلة دي. وسبحان الله، يعني الليلة دي لو كنت متعود بتصلي قيام الليل كل ليلة، الليلة دي أبكي من خشية الله وما خليش حد يشوفني. إن شاء الله في صلاة التراويح في رمضان ده إن شاء الله أبكي وما خليش حد يشوفني، ولا أقعد أصوت بقى وأصرخ في التراويح، أبكي بكاء زي ما كان النبي بيعمل، كان لصوت بكائي كما قال عبد الله بن الشخير كما عند أبي داود بسند صحيح، قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدره صوتا كأزيز المرجل من البكاء، صوت غليان في صدره من البكاء لكنه لا يصرخ. وتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بكاء دمع من خشية الله. صدقة اتفقنا عليها النهاردة، اتفقنا بالله عليكم يا مسلمين ويا مسلمات، بقول بالله عليكم حبايبي، ربنا يكرمكم، عايز ربنا يغفر لنا الليلة دي ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. تخلص من الحقد ومن الغل ومن الكره ومن الخصام، تصلحوا وتصافوا، الدنيا مش مستهلة. أخوك اللي انت مقاطعه بقالك سنين صالحه، أخوك اللي انت مقاطعه عشان فلوسه عشان الدنيا ما تستاهلش، قرايبك وحبايبك صالحهم، اتصل بيهم وبعت لهم مسجات صالحهم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خلي للادي ليلة الصلح، والصلح خير كما قال جل وعلا والصلح خير، صافة مع كل الناس عشان تلقى الله بصدر سليم، وهتحس بفرحة وهتنام أجمل ليلة، وهتدعيلي هتقول والله نمت أجمل ليلة لما صفيت قلبي من الأحقاد. لو ناوي بكرة وتروح ترفع قضية على أخوك وتظلمه وتأذيه، تنازل، ولو رفعت قضية اتنازل وبعيده عن الشر وبعيده عن الخصام وعن الخناق. دي أيام صفاء وجمال وأيام حب ووفاء، ربنا يبارك فيكم رب العالمين، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. بالله عليكم تصلحوا، بالله عليكم تصلحوا، ربنا يبارك فيكم. دعاء فاضل دقيقة الحقيقة، فندعي فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اغفر لنا أجمعين في ليلة النصف من شعبان، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعتق رقابنا من النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار.